السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموتوسيكل 2022 زيرو ما كملش حوالي 400 كيلو صاحبه جابه وكان ما كانش بيعرف يسوق الموتوسيكلات فقال هتعلم عليه كم مشوار اللي هم 300 كيلو فتقريبا خاف منه فعايز يبيعه حاجه كسر كسر زيرو زيرو بمعنى الكلمه طبعا انت هتشوف الحاله وهتعيد الفيديو مرتين ثلاثه اربعه قدامك ولو عجبك الموتوسيكل تمام <applause> هذا توصل معاه ان شاء الله هكتب لك رقمه هو تقريبا القاهره او الجيزه تمام زي ما حضرتك شايف حالته ممتازه وطبعا حتى يعني عملوا له الصنة دوريه قبل ما يطلع كمان حاجه تاخدها تمشي على طول وطبعا صوت الموتور أه هسيبه لك في اخر الفيديو تمام اسمع صوت المكنه مره واتنين وتلاته وشوف ودور واعمل اللي انت عايزه وتواصل معاه بس كده المكنه فاتوره لسه مرخصتش لسه زيرو بقولك تمام يعني هتاخدها هتغير الفاتوره باسمك شكرا